بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد وحصاد الأهلي. الأهلي يستعد بقوة للقاء الإياب في دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في ملعب محمد الخامس في المغرب. الأهلي يحشد كل القوة، يحشد كل الأمور التي تعطي إلى الأهلي الرومنتادا أو العودة مرة أخرى في نتيجة اللقاء والعودة مرة أخرى بالكأس التاسع. قبل ما ابتدي مع حضراتكم عن استعدادات النادي الاهلي، برضو لازم نقول لكابتن محمود الخطيب كل سنه وحضرتك طيب. النهارده عيد ميلاده، وامس كان عيد ميلاد كابتن محمود الخطيب، واحد من ابرز وامهر المواهب اللي جت في تاريخ الكره المصريه، وليس فقط من رموز النادي الاهلي، الهداف التاريخي للنادي الاهلي في افريقيا. وكنا نتمنى ان مابوتو لاعب مازيمبي ما يجيبش جوان كتير عشان يحصل كابتن محمود الخطيب. ارجع تاني واتكلم مع حضراتكم على استعدادات النادي الاهلي. النادي الاهلي والكابتن حسام البدري، صراحه ابتدى كابتن حسام البدري يفكر في السيناريوهات التي كيف ستحدث في لقاء العودة. ابتدى الإعلام المغربي يبتدي يتكلم عن إحداثيات اللقاء، ويبتدي يحذر في بعض الأوقات من قوة النادي الأهلي وعودته في المواجهات. شفنا مع حضراتكم وهنعرض لحضراتكم مرة تانية حديث عصام الشوالي، واحد من أبرز المعلقين، وهو راجل تونسي بيتكلم على كيفية مواجهة النادي الأهلي صاحب العشرين بطولة إفريقية. العشرين بطولة إفريقية لم تأتي من فراغ، والنادي الأهلي وصراحة باستجابة لمجلس إدارة النادي الأهلي سيادة اللواء شين شمس مدير التنفيذي أعلن عن فتح أبواب النادي الأهلي أمام الجمهور لحضور التمرين إن شاء الله عصر اليوم الثلاثاء بملعب التتش. بصراحة الكابتن حسام البدري توجه لمجلس الإدارة بدعوة الجمهور أو فتح الأبواب ملعب التتش لجمهور النادي الأهلي كما حدث في قبل لقاء الترجي. واحنا هنا في قناه النادي الاهلي يمكن امبارح من خلال كل برامجنا، وكنت اتشرف بوجودي في استاد الاهلي وطلبت من مجلس اداره النادي الاهلي بهذا الامر، والصراحه تم الاستجابه واستجابه سريعه من مجلس اداره النادي الاهلي لتلبيه هذا الطلب، عشان النادي الاهلي يحتاج لجمهور النادي الاهلي. هنفضل نتكلم كتير عن قد ايه انك تكون جمهور للنادي الاهلي، يعني ايه عظمه جمهور النادي الاهلي في دعمه للاعيب، يعني ايه النادي الاهلي لما بيكون معاه جمهوره وكلمه جمهوره ده حماه، دي ايه مردودها، يعني ايه على الحلوه والمره معاه، يعني ايه الاغاني التحفيزيه التشجيع، ازاي بيحركوا كل حاجه في وجدان لعيبه النادي الاهلي للعوده بالمصر. جمهور النادي الاهلي هفضل اكرر نفس كلامي، هو العمود الرئيسي في كل انجازات النادي الاهلي، غير وجود إدارة قوية دائما بتخطط للأصلح لمصلحة النادي، وجود أجهزة فنية على أعلى مستوى، النجوم الكبار النادي الأهلي بيحاول أنه يكونها في فريقه، والعامل المؤثر الرئيسي وهو جمهور النادي الأهلي اللي دائم الوجود خلف الفريق، دائم في ظهر الفرقة في كل حاجة، في كل لحظة، في كل نفس، في كل همسة. تلاقيه بيفكر، في ناس بتبتدي تتكلم يقول لك أنا مش عارف أنام لحد ما يجي لقاء العودة وان شاء الله حاسس ان احنا هنكسب. واحد تاني يقول لك انا واثق من النادي الاهلي انه هيرجع ان شاء الله زي ما عودنا في كل بطولاته الافريقيه. النادي الاهلي ما بينه وما بين بطوله افريقيا عشق كبير جدا. 8 مرات يحصل على النهائي، 10 مرات بيوصل للمباراه النهائيه، 8 مرات بيحصل على هذه البطوله. اجيال ورا اجيال ادت اشاره لبعضها البعض عشان تحقق هذا الانجاز، ان انت تكون النادي الاكثر تتويجا بدوري ابطال افريقيا وتكون في هذه المكانه ومكانه نادي القرن. جمهور نادي القرن هو اهم عنصر في حصول النادي الاهلي على هذا اللقب بدعمه المستمر من 110 سنه وحتى الان لهذا الكيان العريق. ومره ثانيه بنحيي صراحه السيد اللواء شين شمس على تنظيمه لهذا الامر والحصول على الموافقات الامنيه، وان شاء الله بكره هتستمتعوا معانا بوجود الجمهور في مران النادي الاهلي، وهننقله لحضراتكم مباشره في خلال استاد الاهلي. جمهور النادي الاهلي هو حماه على الحلوه والمره معاه، واربع حروف كتبوا الانجاز، حروف النادي الاهلي وكلمه الاهلي، وفاكرين جروه وفاكرين رادس، وان شاء الله باذن الله وبتوفيقه وبمجهود لاعبتنا وبمجهود هذا الجهاز الفني المحترم اللي حصل على دوري وكاس ووصل لنهائي دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله يكون فاكرين كمان ملعب محمد الخامس في المغرب، ويكون البطوله اهلاويه.
اكمل مع حضراتكم اخبار النادي الاهلي. هنتكلم على علي معلول الظهير الايسر لفريق النادي الاهلي اللي اصبحت مشاركته في لقاء الاياب تتضاءل كثيرا بعد الاشعه اللي اجراها الدكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي. قال ان معلول قد يكون بعيد عن حسابات النادي الاهلي تماما في لقاء الاياب من نهائي دوري ابطال افريقيا. كان النادي الاهلي تعادل 1-1 مع الوداد في لقاء القاهرة. معلول من اللعيبة اللي تصنع فارق، معلول من اللعيبة اللي عندها إمكانيات فردية عالية جدا خاصة من ناحية العرضيات ومن ناحية التقدم الهجومي، وكان أحرز هدف حتى أمام الترجي التونسي في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا. كان صراحة كمان له العديد من العرضيات وفاولات بيعملها بأعلى مستوى في العرضيات، ولكن النادي الاهلي عنده صبري رحيل وعنده حسين السيد. النادي الاهلي دائما ضمن الحضر، وهقول لحضراتكم الكل كان بيفكر ازاي النادي الاهلي هيلعب النجم الساحلي في عدم وجود احمد فتحي، محمد هاني كان قدها وقدود، ازاي النادي الاهلي هيلعب من دون حسام عاشور ورامي ربيعه كان قدها وقدود. اذا النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي حققوا تكوينه من توليفه اللاعبين اللي موجوده ما شاء الله في كل مكان، واحد واثنين وثلاثه يقدروا يغطوا في هذا المكان. النادي الاهلي دائم انه لا يعتمد على النجم الاوحد، النادي الاهلي دائما وابدا فريق جماعي، افضل كوره في افريقيا، افضل كوره موجوده في مصر، الفريق اللي افضل متعه حتى في دوري ابطال افريقيا. كل ماتشات النادي الاهلي دائما يلعب على الفوز، بيحرز اهداف، بيلعب كرة هجومية بأعلى مستوى. صراحة عشان بس نتكلم، ماتش الأهلي والوداد من أفضل لقاءات النادي الأهلي اللي هو تعادل فيه 1-1. ماتش الأهلي والوداد من أكثر الماتشات اللي النادي الأهلي لعب فيها وان سايد جيم وحابس منافس في منطقة جزائه، وكان له ضربة جزاء وكان له فرص عديدة كبيرة جدا. النادي الأهلي قادر على التعويض بإذن الله في لقاء الإياب، ولو كان معلول مش هيقدر لأن لسه المزق لو كان من الدرجة الثانية أو الثالثة، لأن صراحة المزق من الدرجة في الشد العضلة الخلفية بيبقى له درجات، لو هو من الدرجة الأولى اللي هو صعب قوي هيبقى صعب جدا 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 إنه يلحق لقاء الإياب. وحتى الآن التصريحات الدكتور خالد محمود بيقول إن هو رسميا بعيد عن لقاء العودة. نتمنى وارد جدا إن يكون المزق يعني مش من الدرجة الأولى ويقدر إن هو يكون في علاج ليه قبل لقاء الإياب، ولكن صراحة لو معلول ما اتمرنش مع الفريق جماعيا في خلال هذا الأسبوع حتى ولو تم شفائه صعب جدا الكابتن حسام البدري يغامر بيه في لقاء العودة بإذن الله. خلينا نكلم كلامنا ونتكلم على زي ما اتكلمنا عن فرص غياب معلول، نتكلم على فرص غياب محمد أناجم نجم نادي الوداد المغربي اللي الصراحة ابتدت كلام كتير جدا 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 يتقال عليه. هبتدي الأول بكلام علاء الدين الرحالي طبيب الوداد المغربي، قال إن مشاركة محمد أناجم في إياب دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل مستبعدة جدا، وذلك بعد الإصابة اللي تعرض لها أمام الأهلي في مباراة الذهاب في برج العرب، وأكد إن اللاعب هيخضع للفحوصات اللازمة خلال الأسبوع الجاري الكشف على مدة غيابه، ومن المستبعد إنه يشارك أناجم في لقاء الإياب بمدينة الدار البيضاء، مشيرا إلى أن خوضه لهذا اللقاء المهم غير واردة وفي انتظار ما ستظهره الفحوصات. الصراحة في كلام كتير في هذا الشأن، في بعض المصادر بتقول إنه وارد جدا إنه يشارك، في بعض المصادر بتقول إن لا ده إصابته صعبة ومن الممكن إنه ما يكونش مشارك، ولكن برضه هنقول إن فرقة وصلت ل استطاعت أن تصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا مش هتقف على لعب، على الرغم من إن هذا اللاعب أو الجبهة اليمنى في فريق الوداد هي أكثر صنعا للأهداف، يعني كل الأهداف اللي جابها الوداد في دوري أبطال أفريقيا صناعة الجبهة اليمنى. حتى الجون اللي جه في النادي الأهلي خسر في دوري المجموعات في ملعب محمد الخامس بهدفين، الهدف الثاني برضو كان صناعة محمد أناجم من كرة عرضية، الهدف اللي أحرزه الوداد في برج العرب كان محمد أناجم من كرة عرضية. كل هذه الأمور مش بس هتصب في مصلحة النادي الأهلي، ولكن برضو أكيد الوداد عنده من اللعيبة اللي قد تستطيع أنها تعوض غياب أناجم، دي حاجة. الحاجة الثانية حتى بوجود أناجم النادي الأهلي سيلعب على الفوز، النادي الأهلي لا يقف على لاعب. وعلى مدار السنوات قلت لحضراتكم كتير وهفضل اكررها، نهائي 2012 النادي الاهلي ما كانش فيه ابو تريكه، ما كانش فيه بركات، ما كانش فيه فلافيو، ما كانش فيه جلبرتو، ما كانش فيه سيد معوض،
كل دول كباتن كبار والنادي الاهلي حصل على البطوله. النادي الاهلي بوجود السيد حمدي وجد واحمد شديد قناوي حصل على البطوله، طبعا بوجود زملائهم كان في بقى عبد الله السعيد ووليد سليمان ووائل جمعه، يعني محمد نجيب شريف اكرامي، نجوم كبار، ولكن بدون اللعيبه بقى اللي انت دايما يعني حاسس ان طبعا ابو تريكه، محمد ابو تريكه، محمد بركات، سيد معوض، كل دول في مراكزهم حكايه، حكايه وروايه وكلام كتير جدا نقدر نتكلم عليهم، ولكن النادي الاهلي بمنحب. في لعيبه عندها فوارق وتفرق كتير معاك، ولكن جماعيه النادي الاهلي هي دائما سر عظمه النادي الاهلي في طريقته الهجوميه، انه بيلعب تيم جيم. على فكره على مدار التاريخ ممكن تلاقي لعيب حريف قوي يروح النادي الاهلي، ولكن هو مصمم على انه يلعب بمهارته الفرديه فقط، وتلاقيه بعيد عن الفريق وبعيد عن النادي، وتلاقيه فجاه غير موفق مع النادي الاهلي ويروح لنادي تاني، لانه مش عشان هو لعيب وحش بس هو مش عارف يبقى جماعي. فانك ازاي توظف مهاراتك الكبيره جدا الفرديه جوه الاطار الجماعي، هو ده لعيب النادي الاهلي، وهو ده النادي الاهلي من 110 سنه حتى الان. كل النجوم الكبار اللي في النادي الاهلي استطاعوا ان هم يعملوا مراحلهم. طب معنا على الهاتف الاستاذ مين؟ طيب احنا معنا على الهاتف الاستاذ شفيق زهراوي من المغرب. مساء الخير يا فندم. مرحبا اخي فاروق، ومرحبا بكل المستمعين ومتابعي قناه الاهلي. عايز اسال حضرتك عن اخر استعدادات فريق الوداد المغربي. كان في بعض التقارير بتقول ان محمد اناجم نجم نادي الوداد المغربي عنده اصابه، ومن الوارد انه قد لا يلحق بلقاء العوده في الدار البيضاء. اكيد صديقي فاروق، يعني بالنسبه للاصابه ديال محمد اناجم، يعني هو الجناح الايمن فريق الوداد، يعني تعرض للكسر على مستوى الكاحل الايمن ديال الرجل ديالو. اليوم قام بوضع القرص يعني او الجبير على الرجل تاعو، يعني تفاديا لتفاقم الاصابه ديالو، واصبح من المؤكد، كان عندي يوم امس حديث مع طبيب الفريق، يعني اصبح من المؤكد الغياب ديالو على المقابله النهائيه اللي غتجرى ان شاء الله بمدينه الدار البيضاء. ومده ديال الراحه اللي عطانو يعني تقريبا 3 اسابيع، يعني تفوق على 3 اسابيع قبل العوده لمرحله الترويض، ويعني الاندماج مع الاصدقاء ديالو في باقي التدريب ديال فريق الوداد. بخصوص يعني الاستعدادات ديال فريق الوداد، يعني حاليا جاريه بشكل عادي. يوم غد ان شاء الله غادي سيدخل يعني الفريق المعسكر اعدادي مغلق مدينه الرباط ان شاء الله، بعيد من او لا قريب من مدينه الدار البيضاء تقريبا حوالي 90 كيلومتر. ويوم غد غادي يخصصها يعني المدير الفني لفريق الوداد الحسين عموسه كحصه مفتوحه في وجه يعني رجال الاعلام المغاربه، يعني للتتبع ولا الوقوف على جديد الفريق، وبخصوص يعني الاستعدادات، وبخصوص يعني الامور كيف غادي تجري يعني خلال هذا الاسبوع هذا. طب استاذ شفيق، عايز اسال حضرتك مين ممكن يكون هيعوض غياب اللاعب محمد اناجم؟ احنا برضو عارفين ان فريق الوداد من الفرق المحترمه جدا، فرقه قدرت انها تصل الى نهائي دوري ابطال افريقيا، ومن الاكيد عندها يعني من البدلاء اللي يقدروا ان هم يعوضوا غياب اناجم. حكون واقعي معك اخي فاروق، يعني بالنسبه للغياب اناجم غادي يشكل يعني نقطه سوداء في الفريق، بخصوص التعويض يا يعني اغلب الشك غادي يكون غادي يكون اللاعب عبد العظيم خضروف يعني في المكان ديال اناجم، او غادي يكون غادي يتم يعني تغيير في النهج التكتيكي ديال ولا الاسلوب التكتيكي ديال المدرب حسين عموسه. اغلب الظن كيف قلت يا اما غادي يكون لاعب خضرو في مكان لاعب اناجم، او سيتم وضع بن شرقي مكان اناجم مع وضع داهو اللاعب الايفواري داهو، او لاعب محمد اولاد، يعني غادي يتم كراس حربه في الفريق، واناجم غادي يعني ياخذ المكان ديال اناجم او بن شرقي غادي ياخذ المكان ديال اناجم في التشكيله. طيب استاذ شفيق، انا برضو عايز اسال حضرتك كيف ترى طريقة لعب المدير الفني عموتة في لقاء الإياب؟ هل هيكون متحفز؟ هل هيلعب كرة هجومية؟ كيف ترى طريقة أدائه في لقاء العودة؟ نكون واضح معك، حسين عموس يعني نقطة القوة ديالو كتكون داخل الميدان، وحنا شفنا يعني مجموعة من الفرق اللي تم الإقصاء ديالها على يد فريق الوداد، وخاصة ملعب دونور أو ملعب الجحيم بين قوسين كيف ما كتحب الجماهير الودادية التسمية ديالو. فريق الوداد غادي يكون مدعوم بالجماهير ديالو، ومع يعني غادي نستسمح إلا قلت واحد الكلمة، بأن الجمهور الأهلي بالرغم من العدد ديالو اللي كان حاضر في الملعب، إلا أن يعني الطريقة
ديال التشجيع ماشي هي مختلفه تماما على طريقه التشجيع ديال الجماهير الوداديه اللي كتعتبر من نقطه الضوء ومن النقطه الاساسيه داخل الفريق، والكل كيعلم هذه النقطه هذه، يعني خاصه ان الفريق الوداد لما بيستقبل في الملعب ديالو يعني كيسجل او نتائج ايجابيه ونتائج يعني جيده داخل ارضيه الملعب ديالو. وهنا الدعم الاساسي والنقطه الاساسيه ونقطه الضوء الواحده، يعني ما غاديش نقول يعني ما غاديش نتحدث لك على التكتيك اكثر، ما غاديش نتحدث لك يعني على النقاط او النقاط اللي غادي تكون كدعم محافز للاعبين على ارضيه الملعب هو الجمهور. نرجع لك مساله التكتيك ولا مساله يعني حسين عموته، يعني كيف غادي يقرا ولا تكون عنده قراءه ديال هذه المقابله هذه؟ اكيد ان حسين عموته ما غاديش يكون متحفظ، بقدر ما غادي يبحث على تسجيل الاهداف، بقدر ما غادي يبحث على يعني ارضاء الجماهير الوداديه، خاصه ان مقابله الذهاب يعني نهج اسلوب تكتيكي اللي كان ناجح فيه بطريقه يعني كبيره نسبه كبيره 100% تقريبا، وحاول يخطف نقطه التعادل من قلب مصر والعوده بها للمدينه الدار البيضاء. على الاقل على الاقل غادي نشوفوا نهج تكتيكي مغاير، اسلوب مغاير لما كان يعني في القاهره في الاسكندريه. طيب استاذ شفيق، هل تتفق على تصريحات الكابتن حسين عموته لما تحدث ان فريقه افضل بدنيا وفنيا من النادي الاهلي؟ بالنسبه يعني غادي نتحفظ على هذه المساله، ولكن من وجهه نظري انا يعني كصحفي مغربي غادي نقول بان الجانب البدني ديال اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي ما ظهرش في المقابله ديال الذهاب اللي كانت في الاسكندريه، بقدر ما غادي نشوفوا يعني لاعبين ولا مجهودات بدنيه اخرى كبيره من طرف اللاعبين ديال فريق الوداد هنا في المغرب، خاصه كيف قلت غادي نعاود نرجع نزكي لك النقطه اللي قلتها بخصوص الجمهور، يعني كنشوفوا لاعبين اخرين على رقعة الملعب من خلال الدعم ديال الجمهور ديالهم. طيب كان في كلام ان في 45 ألف تذكره لمباراة الاهلي والوداد، وان اسعار التذاكر بتتراوح ما بين 30 و 200 درهم، هل فعلا 45 ألف تذكره تم طرحها؟ اكيد، يعني كان عندي قبل قليل حديث مع يعني المسؤولين على الجامعه، عدد التذاكر اللي تحط تقريبا 46 ألف تذكره، بخصوص يعني الثمن كان 30 درهم اللي هي 3 دولارات تقريبا، و50 درهم 3 دولارات للمدرجات المكشوفه، 5 دولارات بالنسبه للمدرجات المغطاه، وبخصوص المنصه الرسميه والمنصه الشرفيه يعني تم تخصيص الاماكن ديالها كامله لاعضاء يعني اعضاء الاتحاد المغربي والضيوف والمستشارين واعضاء الاتحاد الافريقي لكره القدم. طيب استاذ شفيق الزعراوي، هل تتوقع ان يكون في هناك مفاجاه في ملعب محمد الخامس؟ مفاجاه غادي نكون صريح، يعني ربما ما كنظنش ان المفاجاه غادي تكون ضد فريق الوداد بقدر ما غادي تكون لصالحه، خصوصا انني يعني الجماهير الوداديه متحمسه، اللاعبين كذلك ومثل يعني عندهم نفسيه يعني متحمسين لهذه المقابله هذه من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه والظفر باللقب ولا بالاميره الثانيه في تاريخ الوداد. كنشوفوا تضافر الجهود وتضامن المكونات ديال الفريق ومكونات المغربيه يعني المساندة فريق الوداد، اللاعبين القدامى كنشوفوا اعضاء ديال المكتب الجامعي ولا المكتب الاتحاد المغربي لكره القدم يعني تاهما واضعين تحفيزات ماليه ومجموعه من الامور باش على الاقل فريق الوداد يعني ترتفع المعنويات ديالو بحثا على يعني تحقيق اللقبات ان شاء الله. استاذ شفيق الزهراوي، ميرسي بوكو على هذه المداخله، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كلام مهم جدا، بتحدث عن طريقة الأمر وكيفية الاستعدادات، ما كانش حابب ان هو يتكلم على تاكتكس او طريقة لعب الكابتن حسين عموتة، وتكلم على ان وجود الجماهير وان الجماهير متحفزة وان هو يتوقع ان مفاجأة تكون في صالح الوداد. يعني هو من وجهة نظر الجانب الآخر ان فوز الوداد على النادي الأهلي هي مفاجأة، وده حقيقي. خلينا نتكلم بواقعيه ان النادي الاهلي بكيانه وبتاريخه الطويل في دوري ابطال افريقيا وفي القاره الافريقيه لاي فريق يستطيع ان يتفوق عليه بالنسبه له هي مفاجاه، ولكن المفاجاه لديها عوامل انها تحت نادي الاهلي زي ما هم في الجانب الاخر ولهم كل الاحترام والتقدير متحفزين لاحراز الفوز، نادي الاهلي ايضا وجمهوره العريض بالملايين في كل مكان في العالم ايضا متحفز جدا جدا، هشوفه بكره في ملعب التتش في الجزيره، الدنيا الامور هتبقى مختلفه تماما، هتلاقوا تشجيع ما شفتوهوش في حته، يعني مش هتشوفوه في مكان تاني، لان جمهور النادي الاهلي في هذا الجانب رقم واحد على مستوى حتى العالم، مش هتكلم على مستوى مصر. في نفس الشيء او في نفس السياق 45 ألف تذكره هيتم طرحها،
والكابتن حسين عموتة بيتكلم على ان هو جاهز اكتر بدنيا وفنيا، هو قال لك لا انا اتحفظ على هذه الـ يعني الامر، قال لك ديسبا يعني دي بالفرنسي، ان هو يعني ممكن يكونش متفق تماما مع تصريحات المدير الفني لفريق المغرب. ولكن خلينا نتكلم، النادي الاهلي يجب ان يعد العده ان شاء الله، كابتن حسام البدري يشكل الطريقه الاصح وطريقه اللعب واسلوب الاداء، خلاص الفرقتين كتابين مفتوحين بالنسبه لبعضهم البعض. النادي الاهلي هيلعب على الهجوم، هيلعب على الوصول الى المرمى، استراتيجيه الكابتن حسام البدري دائما هي الوصول الى المرمى. الكابتن حسام البدري والنادي الاهلي دائم التسجيل خارج الارض، وده شيء هيحطه في دماغ كابتن حسين عمطة. هنبتدي نتكلم في هذا الامر باستفاضه في استاد الاهلي، ولكن في الاخير كل التوفيق وكل الامنيات وكل الدعوات للملايين والملايين مع بعثه فريق النادي الاهلي في المغرب بالتوفيق والعوده بالفوز باذن الله. ومن دوري ابطال افريقيا هنرجع الى الشان المحلي والدوري المصري الممتاز وقمه الاهلي والزمالك ان شاء الله يوم 8 يناير المقبل على استاد القاهره. زي ما قلنا لحضراتكم في الفتره الماضيه ان استاد القاهره هيعود مره ثانيه لاستقبال مباريات النادي الاهلي رسميا. مباراه الاهلي والزمالك القادمه هتكون على ملعب استاد القاهره. استاد القاهره بالنسبه لاي مشجع في مصر وخاصه مشجع النادي الاهلي حاجة تانية وحالة تانية. كنت اتكلمت امبارح في حلقة الأمس عن تاريخ استاد القاهرة وإنشاؤه، ورئيس جمال عبد الناصر لما إنشاؤه، وإزاي في الخمسينات بداية الخمسينات يكون عندك ملعب بهذا الشكل. يعني الأهلي والزمالك بره استاد القاهرة ما بيبقالوش نفس الطعم اللي في استاد القاهرة. استاد القاهرة من أجمل الاستادات، وأنت حتى كجمهور بتبقى ما بينك وما بينه كده حالة ربط، وفي بالنسبة للمنافسين حالة خوف. من 2014 لم يواجه الأهلي والزمالك بعضهم البعض في ملعب استاد القاهرة. العودة لملعب استاد القاهرة حاجة مهمة جدا، وفي إطار العودة تدريجيا للحياة الطبيعية، إن أنت يبقى عندك ملعب استاد القاهرة بيستضيف ماتشات الأهلي والزمالك، وفي نفس الوقت يكون في جمهور، والدنيا ترجع إن شاء الله مرة تانية للمية ترجع لمجاريها. أيضا هكمل مع حضراتكم أخبار، لان احنا بنتكلم على ان لجنه المسابقات اقرت رسميا العوده على استاد القاهره. واخد برضو حضراتكم ان الكابتن جمال علام رئيس اتحاد الكره السابق بيعتذر عن عدم خوض الانتخابات الجبليه التكميليه المقرر لها يوم 26 نوفمبر على مقعدي سحر وحازم الهواري، وقال ان هو بيشكر الانديه وعلى طبعا يعني طرح اسمه لهذا الامر. ايضا في نفس السياق وفي سياق اتحاد الكره، تصريحات الكابتن مجدي عبد الغني قال ان رسميا تم الغاء وديه مصر والامارات، وده عشان عدم اعتمادها في الاجنده الدوليه. ودلوقتي حضراتكم طبعا كلكم عارفين ان منتخب مصر على الاقل بيكون فيه 15 محترف عشان انديتهم تسمح لهم، انديتهم في انجلترا وفي تركيا وفي كل مكان في اوروبا عشان يسمح لك، او حتى في الدول العربيه اللي انت عندنا عدد من المحترفين في الدوري السعودي عشان يسمح لك ان يبعت لك اللاعب بتاعك، لازم يكون في المباراه معتمده في الاجنده الدوليه، لان لو في خلال الاجنده الدوليه بتبقى كل حقوقك ان انت تاخد اللاعب بتاعك. وفي نفس الامر موضوع الخمس ايام ما بين اي مباراتين ما بين قاره، يعني فرقه بتلعب من قاره، فرقه هتلعب فرقه من قاره ثانيه زي افريقيا واسيا، مصر والامارات. طبعا احنا شعب واحد وقلب واحد، والاماراتيين يعني من اجمل الشعوب اللي انت تقابلهم، ولكن الامارات بتمثل قاره اسيا ومصر بتمثل قاره افريقيا، عشان تلعب ما بين وما بينهم مباريات لازم تكون على الاقل في خمس ايام، والوقت ضيق جدا واللي متاح ثلاث ايام، عشان كده موضوع الاجنده الدوليه. فانا بشرح لحضراتكم كل الامور اللي ادت ان اتحاد الكره المصري بياخد هذا القرار بالغاء الوديه، اللقاء الودي ما بين مصر والامارات. ومستر كوبر من الوارد ان ياخد لقاء مصر وغاده انه ضمن المباريات الاستعداديه لكاس العالم 2018 في روسيا باذن الله.
اخذ حضراتكم الى انجلترا، اخذ حضراتكم الى لندن، ومحمد النني على اعتاب معادله رقم كابتن هاني رمزي في المباريات الاوروبيه. 180 دقيقه بس تفصل محمد النني لمعادله كابتن هاني رمزي. كابتن هاني رمزي من اللعيبه الكبار الصراحه، وكان في بعض الاوقات عمده المحترفين المصريين، لعب 47 مباراه في مسابقات الاتحاد الاوروبي. ايه مسابقات الاتحاد الاوروبي؟ هي دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج، وكاس الاتحاد الاوروبي على ايام كابتن هاني رمزي، واليوروبا ليج الان وعلى ايام محمد النني. محمد النني شارك في العديد من المباريات سواء مع بازل او مع الارسنال الانجليزي في السياق الاوروبي، عشان كده اقترب من الوصول لرقم كابتن هاني رمزي. كابتن هاني رمزي كان له رحله احتراف بدأ في نيوشاتل السويسري، ثم انتقل إلى فيردر بريمن الألماني، ثم كايزرسلاوترن الألماني. كل هذه المحطات في تاريخ كابتن هاني رمزي أدت أنه يصل إلى هذا العدد، وكان دائم المشاركة أساسية، مستواه كان ثابت، مثال جيد للاحتراف. وحتى لما انتقل إلى كايزرسلاوترن، كايزرسلاوترن كان في مين؟ كان في مايكل بالك، وكان في مايرلو بازلر. مايكل بالك نجم منتخب المانيا، يعني مش واحد من اللعيبه القليلين، وكان في ماريو بازلر، وكان في ميروسلاف كلوزا هداف كاس العالم لمنتخب المانيا والهداف التاريخي لكاس العالم، كان بيلعب مع كابتن هاني رمزي، وحتى في هذا الوقت كمان كان معاهم نجمنا كابتن سمير كمونة اللي بنسعد بيه دايما هنا في استاد الاهلي. فهذه الامور ادت الى ان الكابتن هاني رمزي يصل الى هذا الرقم. محمد النني على بعد 180 دقيقه، مشاركه محمد النني المستمره مع بازل، وايضا صراحه قتاله على المشاركه الاساسيه مع الارسنال هو اللي هيدعمه في هذا الشان. ايضا النني كان في حوار تحدث عن مقابله دييغو ارماندو مارادونا، طبعا النجم الشهير في سماء الكرة الأرجنتينية وأيضا الكرة العالمية، كل يتذكر كأس عالم 86، كأس عالم مارادونا. كان في مقابلة ما بينه وما بينه على هامش يعني حفلة جائزة أفضل لاعب في العالم اللي فاز بها كريستيانو رونالدو، والنني طلع اتكلم بمنتهى البساطة وقال يعني أنت شايف مارادونا، الواحد يعني حس بإحساس إن قدامي حاجة كبيرة جدا، مارادونا أفضل لاعب في العالم، اللعيب اللي إحنا وإحنا صغيرين بنتفرج عليه فجأة بقى معايا، وكان فرحته وقال ان مارادونا هنأني بصعود مصر لكاس العالم، وقال ان ده انجاز كبير، ودي حاجه صراحه جميله جدا من لاعب بحجم دييغو ارماندو مارادونا. نروح من النني لمحمد صلاح، وخبر عن مواجهة ليفربول في الشامبيونز ليج أمام فريق ماريبور أسلوفيني، وطلعوا وتحدثوا أن محمد صلاح بيساوي 3 أضعاف فريق ماريبور الأسلوفيني. محمد صلاح مع ليفربول هيستعد لخوض مغامرة جديدة مع فريق ليفربول اللي هيستضيف ماريبور أسلوفيني يوم الأربعاء بملعب الإنفيلد بارك في ليفربول ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات لمسابقه دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج. وموقع ترانسفير ماركت الموقع الاشهر اللي بيحدد لك مستوى سعر السوق لكل لعيبه في العالم، قالت ان فريق او سعر محمد صلاح اللي هو 46 مليون يورو بزياده مقدارها 5 مليون يورو، بعد طبعا 46 حتى محمد صلاح راح ب 46 مليون جنيه استرليني، يعني رقم كبير جدا جدا، ده بيساوي 3 اضعاف فريق ماريبور أسلوفيني بأكمله. ولكن خلينا نقول ان برضو الكرة القدم بتعترف بالعطاء في الملعب، ولكن بيديلك حجم وقيمة نجم زي محمد صلاح اللي بكفاحه وعرقه وبطموحه وصل الى هذا الامر، اللي لو تفتكروا بداية محمد صلاح مع فريق بازل في دوري ابطال اوروبا امام تشيلسي وكسر الدنيا امامهم امام توتنهام في اليوروبا ليج، وحتى امام اليوفي لما كان في فيورنتينا كان نشوف سعره كام وكان سعر النجوم اللي قدامه قد ايه، ولكن طموحه وامكانياته وموهبته هي اللي وصلته لهذه المكانه، واحنا منتظرين الكثير من محمد صلاح المرشح الابرز على جائزه افضل لاعب في افريقيا هذا الموسم ان شاء الله يحصل عليها باذن الله، ويكون معانا لاعب اخر مع الكابتن محمود الخطيب اللي حصل على هذه الجائزه.
هاخد حضراتكم سريعا لمواجهات اليوم في دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج. معانا اول اربع مجموعات هتلعب النهارده، اخدها سريعا مع حضراتكم. النهارده في مواجهه بازل عمر جابر امام سياسكا موسكو الروسي. بازل السويسري عنده 6 نقاط وسياسكا موسكو عنده 3 نقاط، هتبقى مواجهه مهمه جدا. مانشستر يونايتد في نفس المجموعه يواجه بنفيكا. مانشستر يونايتد عنده 9 نقاط وبنفيكا 0 نقاط، والكل في مصلحه مانشستر يونايتد. المجموعه الثانيه، المجموعه بي، باريس سان جيرمان هيواجه اندلخت. بي اس جي او باريس سان جيرمان عنده 9 نقاط، اندلخت 0 نقاط. سلتك هيواجه بايرن ميونخ، وسلتك عنده 6 نقاط وبايرن ميونخ عنده 3 نقاط. اداره فنيه جديده لبايرن ميونخ مع ياب هاينكس، الحاصل على ثلاثيه مع بايرن ميونخ من قبل، هل يفعلها ويتفوق على سلتك ويعادل النقاط؟ لان صراحه بايرن ميونخ عدم وجوده في الادوار الاخرى في دوري ابطال اوروبا بينقص منها كثيرا. نروح للمجموعه سي، اتلتيكو مدريد امام الكرباخ الاذربيجاني اللي اول مره في تاريخه بيشارك في هذه البطوله. اتلتيكو مدريد عنده 2 نقاط وكرباخ عنده 1 نقطه. الناحيه الثانيه عندنا لقاء في منتهى القوه، روما امام تشيلسي، ده عنده 7 نقاط وده عنده 5 نقاط، والاتلتيكو مدريد كمان عايز يكسب هيكون عنده 5 نقاط وهيخش في المعمعه، هتبقى مواجهه في منتهى القوه على ملعب الاولمبيك ستاديوم او ملعب الاولمبيكو في روما الايطاليه. نروح للمجموعه الرابعه، سبورتنج لشبونه واليوفي الايطالي. اليوفي عايز يكسب سبورتنج لشبونه لان ده عنده 3 نقاط وده عنده 6 نقاط، وبرشلونه امام اولمبياكوس ده عنده 0 نقاط اللي هو اولمبياكوس يلعب للشهره، وبرشلونه وميسي وسواريز عندهم 9 نقاط. كل دي مواجهات مهمه جدا، ومعنا على الهاتف الناقد الرياضي احمد فاروق يتحدث عن هذه المواجهات. مساء الخير استاذ احمد. اهلا كابتن محمد، ازيك؟ وحشني طبعا اولا، ووحشاني شاشه الاهلي يعني. وانت كمان وحشنا، وان شاء الله تكون معانا قريب. عايز اتحدث معاك عن مواجهات، ابرز مواجهات الغد. هنتكلم مثلا على مواجهه سلتك وبايرن ميونخ، مواجهه في منتهى القوه، خاصه ان ده عنده 6 نقاط وده عنده 3 نقاط، وبايرن ميونخ يبحث عن التاهل. اعتقد انها مواجهه مهمه جدا لبايرن ميونخ، خصوصا طبعا بعد المظهر الجديد مع يوب هاينكس. الفريق مر بمرحله عدم استدامه في الفترة الأخيرة مع أنشيلوتي، وكانت نتيجتها الطبيعية هي إقالته، رغم إنه مدير فني طبعا قدير جدا، لكن أعتقد إن الفريق استعاد توازنه وتصدر محليا، وأعتقد إن المواجهة دي هتكون هي مواجهة استعادة الاتزان أوروبيا. أعتقد إن هو يقدر بشكل كبير جدا إن هو ياخد 3 نقاط ويتأهل بصحبة باريس سان جيرمان، وده كان شيء متوقع حتى من وقت إجراء القرعة يعني. طيب هتكلم معاك على مواجهه الحدث اليوم، روما وتشيلسي، ده عنده 7 نقاط وده عنده 5 نقاط، وفوز روما على تشيلسي في ملعب سانفورد بريدج قلب حسابات المجموعه تماما، خاصه ان الاتليتيكو لو فاز على كرباخ هيخش في المعمعه. هو النتيجتين بتوع الجوله الثالثه هم اللي قلبوا حسابات المجموعه تماما. الكل كان متوقع ان اتليتيكو هيفوز بسهوله كبيره جدا على كرباخ، وحتى بنتيجه كبيره كمان، مش بس مجرد فوز. وحتى روما فريق محترم وبيؤدي بشكل كويس جدا في ايطاليا، لكن اعتقد كانت فرص تشيلسي كبيره جدا ان هو يفوز ويتصدر باريحيه كبيره جدا. ان النتيجتين قلبوا الموازين، كرباخ عمل مفاجاه صاعقه ما كانش حد يتخيلها، وروما تعادل مع تشيلسي وعمل مباراه رائعه، واحده من امتع المباريات في السيزون ده. فانا اعتقد ان الجوله دي هتكون فارقه خصوصا لاتلتيكو مدريد. لو روما عمل نتيجه ايجابيه مع تشيلسي في ايطاليا، اعتقد موقف اتلتيكو هيتعقد جدا، وممكن جدا نشوف اتلتيكو رغم تالقه في السنوات الاخيره في الشامبيونز ليج ممكن نشوفه يخرج من دور المجموعات. طبعا فوزه على كرباخ مفترض انه يكون امر محسوم، والا طبعا يبقى يعني حط نفسه في موقف صعب جدا يعني. طيب سريعا، مواجهه اليوفي وسبورتنج لشبونه هل هتكون حاسمه في من سيصعد مع برشلونه؟ انا في رايي واحده من اهم مواجهات الجوله. سبورتنج لشبونه فريق محترم جدا وعنده عناصر مميزه جدا، ويوفنتوس فاز بصعوبه جدا في تورينو، اعتقد خصوصا كمان مع فوز سبورتنج على اولمبياكوس في اليونان، ده اللي حطه في الصوره ان هو منافس قوي جدا ليوفنتوس على البطاقه الثانيه. انا اعتقد ان المباراه هتكون صعبه جدا جدا على يوفنتوس، وفوز سبورتنج يعني فيها هيقلب حسابات المجموعه ويحطه كمرشح قوي جدا للتاهل بصحبه برشلونه، وربما تحصل مفاجاه كبيره جدا ونشوف يوفنتوس بره البطوله. اعتقد انها مواجهه صعبه جدا وصعب التكهن بنتيجتها يعني. نقدنا الجميل احمد فاروق، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، شرح باستفاضه لكل الجولات وابرز الجولات لدوري ابطال اوروبا اليوم، واجهات في منتهى القوه. ده كان اخر خبر معنا النهارده، حتى القاكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.